بالنسبة أستاذ الفترات منذ بداية رمضان إلى اليوم، بالنسبة للفترات اللي تشهد فيها حوادث المرور بكثرة؟ فترتين، نحن لدينا على مستوى فترتين. الفترة الأولى وتنقسم إلى مرحلتين، نعم، ابتداء من الساعة 4 مساء، نعم، إلى نقول تقريبا 7 مساء، والفترة المرحلة الأولى تكون بين 4 إلى 6 مساء. هذا ما يفسر عامل الإرهاق، التعب والسياقة تحت تأثير النعاس، خاصة في الحوادث الانحرافات والانقلابات. نعم. الانحرافات يعني يغلب النعاس أو يغفو لثواني ينحرف عن المسار عن الطريق، وابتداء من الساعة 6 لما فوق عامل السرعة. السرعة يحب يوصلوا للدار. يفرط يحب يوصل للدار بسرعة والإفطار مع العائلة، رغم أنه لو يتريث لثواني معدودات أو دقائق معدودات، يعني لحظات بسيطة، حتى لو تصل بعد المغرب بخمس دقائق بعشر دقائق، ما راحش إنسان يموت، صحيح، ما راحش إنسان يتوفى، صحيح، لكن لو تسرع تحت توفى. المرحلة الثانية في الفترة الثانية الفترة الصباحية، 7 صباحا إلى 9 صباحا، ضف على ذلك يعني يتم تأكيد أنه الإنسان أو السائق لا يأخذ القسط الكافي من الراحة، من النوم، من النوم. هذا الشيء اللي خلينا نعرفه تأثير قلة النوم في جسد الإنسان. نعم. كنفس الشخص الذي يتعاطى الكحول أكرمكم الله، صحيح، نفس الشخص، يعني قلة التركيز، ذهن مشتت، عدم القراءة الجيدة للطريق، ردة الفعل تكون غائبة جدا. هذا خاصة الناس اللي تنام ساعة أو ساعتين، هذا مستحيل، خاصة الناس اللي تمشي يعني المسافات طويلة المدى. وبالمناسبة اسمح لي نترحم على مقدم تعازي لزملائنا في الهلال الأحمر، نعم، وعائلة يعني الشاب العشيني اللي توفى أمس في شلف، نعم، في واتسلي، اللي دهسته السيارة بسبب السرعة المفرطة. بسبب السرعة المفرطة، نعم. كان في قبيل الإفطار، نعم، كان في عمل تضامني، صحيح، وعمل إنساني وعمل تحسيسي، ولكن السرعة المفرطة كانت سببا في وفاة هو وزملاء إنسان متطوع متوجدين باش يعني يفطروا الناس اللي يكونوا بعاد، ويكونوا يعني غلبهم الوقت يحبسوا يفطروا الناس يقدموا لهم وجبات. الساعة هو ضحية مسكين لحادث مرور بسبب السرعة المفرطة. هذه يعني شوف شوف كيفاش يعني تحولت حالة ربما حياة عائلتين، نعم، حياة نقولوا شهيد الواجب، ربي يرحمه إن شاء الله، عائلته ربما والديها وأمه إذا كان عايشين وخوته فرحانين به، صحيح، ويدفع عمل خيري، فما يجيك خبر أنه توفي، نعم، مشهد مشهد أنا مشهد أثر فيا، أكيد أكيد، حتى كل جزائريين كوا عليه حتى الناس ما تعرفوش وبكات عليه. هذا عائلته تحولت، صحيح، عائلة الشخص المتسبب في حادث المرور تحولت، خاصة إذا كان متزوج أو مسؤول عائلة أو والديه كذلك، أصبح في السجن بين يعني ليلة وضحاها، نعم، وضحاها وزاهق روح يعني. ونعرفوا الإنسان الجزائري المسلم لما يتسبب في زاهق روح ما كانش أعظم من أنه الروح. هذا التحور، أو هذا لما تدخل في هذاك العامل الاستعجال، تدخل تخمم يعني وأنت تعبان، يخليك عامل النرفزة، عامل الاندفاع، كله من قلة النوم، صحيح.